لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن المتابعة الإعلامية العربية والدولية لمهرجان العالمين في نسخته الأولى. طبعا وسائل الإعلام العربية بشكل خاص الإماراتية كانت حريصة جدا خلال أيام المهرجان على تغطية كافة الأنشطة، سواء كانت بقى الفنية أو الرياضية وكمان الأنشطة الترفيهية. أكيد إحنا تابعناها، وكمان كتير من الناس تابعتها على مختلف وسائل الإعلام العربية. الإعلام الإماراتي كان له زاوية معينة في تناول المهرجان. خلينا نتعرف عليها أكتر مع الكاتب الصحفي أحمد هاشم عاشور، رئيس قسم المحليات بصحيفة الإمارات اليوم. صباح الخير عليك، أهلا وسهلا بك. أهلا، صباح الخير أستاذ منى، صباح الخير أستاذ محمد، صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا. شايف إزاي مهرجان العالمين بعد انتهاء فعالياته خصوصا في الصحافة الإماراتية؟ يعني الحقيقة المهرجان السنة دي كان هو درة الأحداث السياحية والترفيهية على مستوى الوطن العربي بشكل عام. يعني لا حديث للصحافة في دول الخليج أو حتى الصحافة العربية وكمان الصحافة الدولية زي وكالة الأنباء الألمانية إلا عن مهرجان العالمين كحدث سياحي ترفيهي ثقافي ورياضي بارز في الصيف ده كان في مصر. والتغطيات الإعلامية كانت كبيرة وكانت تتناول إن ده مهرجان جمع ما بين كل الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية في مكان واحد، يعني بشكل متكامل، خلى في فرصة لكل واحد حابب إنه يتابع رياضة أو يتابع الحفلات الفنية أو يتابع أو ليه حتى يكون ليه نشاط ترفيهي إن هو يشوف العالمين ويتعرف عليها ويتعرف على معالمها ويشوف الفنانين المصريين ويشوف الفنانين العرب ومن لبنان كانوا بيحيي الحفلات وكان الكل مستمتع بيها سواء على منصات التواصل الاجتماعي للصحف العربية والخليجية وبالخاص الإماراتية، بالإضافة إلى منصات السوشيال ميديا بشكل عام اللي بيتابعها ملايين المتابعين على مستوى الوطن العربي وخاصة في دول الخليج. طيب تحديدا بقى الإمارات يا أستاذ أحمد، إيه اللي اتكتب عن المهرجان في وسائل الإعلام الإماراتية؟ يعني أنا كان عجبني من ضمن العناوين إن العالمين لوحة فنية ترفيهية ثقافية على أرض مصر، ده كان أحد العناوين الموجود في الصحافة الإماراتية. الكل بيشيد بالتنوع اللي في المهرجان، مش مجرد هو مهرجان فني بيقدم حفلات بس، لا ده كان في رياضة وفي فن وفي ترفيه وفي ثقافة وفي عروض أزياء وفي مهرجان للسيارات وفي شخصيات فنية كبيرة ومؤثرة وشخصيات ليها اسم كبير في الوطن العربي كانت موجودة في العالمين السنة دي. يوميا في تجدد، يوميا في نشاط، يوميا الأنظار كلها رايحة للعالمين عايزين عشان نشوف مين الفنان الموجود النهاردة، المهرجان الموجود النهاردة، الحفلة النهاردة. يعني كان المشاهدات عالية جدا للمهرجان لأنه هو متنوع في كل الأنشطة اللي ممكن ترضي كل الأذواق وترضي كل الاهتمامات. أكيد من وجهة نظرك بقى الصحفية، شايف دلالات الاهتمام الخليجي والإماراتي إزاي في بالنسبة لتغطية مهرجان العالمي؟ لا يعني إحنا كلنا متعودين من مصر لما بتنظم شيء بيكون على مستوى عالي وبيكون مستوى متميز بشكل كبير، وده كان شيء متوقع وشيء منتظرينه كلنا من مهرجان العالمين السنة دي. المهرجان كان حديث ناس كتير جدا. أنا مثلا عايز أحكي عن تجربة أخ لينا اسمه إبراهيم بهزاد، هو من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في من الإمارات. هو شخصية مؤثرة وليها متابعين كتير جدا. أنا شفته يعني سافر لمصر مخصوص ثلاث مرات خلال الصيف ده بس عشان يحضر مهرجان العالمين ويحضر فعاليات في مدينة العالمين وصور فيديوهات هناك رائعة بين المواطنين سواء كانت من مصر أو من الدول الخليج أو من الإمارات، كانوا موجودين هناك وعايشين أجواء جميلة في المهرجان، ونقل ده عن طريق الكاميرا بتاعته على منصات التواصل الاجتماعي، وكان في إعجاب كبير جدا باللي بيحصل في مدينة العالمين، والناس كلها بدأت تتعرف على مدينة العالمين من خلال التناول الإعلامي ومن خلال تناول السوشيال ميديا. حتى إحنا كمصريين مقيمين في الإمارات شفنا اخواتنا واصدقائنا من الامارات ودول الخليج بيسالونا عن العالمين، امتى اتعملت، امتى طلعت، ايه الجمال الموجود في العالمين، ايه الابراج الجميله اللي احنا شايفينها هناك، ايه المشاهد الجميله اللي موجوده هناك، ايه الحفلات الحلوه المنظمه بشكل جميل في المدينه، حتى مناظر الابراج وهي على المطله على البحر المتوسط
مشاهد جميله بتفكرنا بمشاهد الابراج اللي في دبي وفي دول الخليج من حيث الجوده والجمال والاتقان والشكل والتصميم، كان شيء مبهر الحقيقه، سواء كان على المستوى المعماري وعلى مستوى الانشطه الفنيه والترفيهيه والبرنامج الغني اللي كان في المهرجان. واحنا يا استاذ احمد كمصريين كمواطنين مصريين بنشكر الاستاذ ابراهيم بارزات طبعا على المجهود، بجانب ان هو جه واستمتع، هو من المؤثرين على السوشيال ميديا زي ما حضرتك ذكرت، الراجل جه مره واثنين وثلاثه واستمتع وشاهد كمان على حاجات كتيره جدا بعينيه على ارض الواقع، وكان كل اللي عمله ده ليه تاثير كبير على حركه السياحه بكل تاكيد، لانه ساهم في الترويج لهذا المهرجان وهذه المدينه الكبيره. انا عايز اقول لك ان هو ده مبادره شخصيه منه، يعني لا ما كانش في دعوه او ما كانش في تنظيم ليه، هو شخصيا حابب ان هو يروح ويشوف ويصور، ولما استمتع اول مره حب يرجع تاني، وفوجئت بيه كمان رايح مره ثالثه وبيصور وبيبعت وبينشر وبيلتقي بالناس بمنتهى الحب وبمنتهى الود. احنا والامارات يعني شعب واحد واخوه بينا قديمه ومتأصلة، فهو حابب جدا ان هو ينقل تجربته واستمتاعه بمدينه العالمين للمتابعين ليه في دول الخليج خاصه في الامارات. اكيد ممكن نستفيد ازاي في الدورات القادمه من النجاح الكبير، سواء كان في التغطيه سواء كان في الرضا اللي كان موجود عند المشاركين في المهرجان؟ يعني هو التنظيم السنه دي كان رائع، احنا كمان حابين ان الدورات السنه اللي جايه يكون في اضافه اسماء جديده من الفنانين والمطربين العرب، من سواء من دول الخليج او من الدول العربيه، يكونوا موجودين اكثر، خاصه ان احنا شفنا السنه دي في المهرجان جنسيات عربيه كتير موجوده، فكون ان احنا كمان نضيف الاسماء الفنيه ده شيء جميل ان احنا نضيفه للمهرجان السنه الجايه. نتوسع كمان، اتمنى ان احنا نتوسع في ان شركات السياحه عليها دور ان هي تنشر برامج سياحيه للعالمين، تضيف هنا للعالمين، احنا كل ما نشوف برامج سياحيه في دول الخليج هنا لشرم الشيخ او للغردقه، كمان حابين ان يكون في برامج صحيح. سياحيه للعالمين، شركات السياحه عليها دور ان هي تنشر ده هنا في دول الخليج، ان هي ازاي انت تنتقل من مثلا من دبي او من ابو ظبي او من المنامة او من الكويت علشان توصل العالمين. كمان حابين ان يكون في رحلات طيران مباشره للمطارات القريبه من العالمين، يعني يمكن مطار سفنكس، مطار برج العرب او مطار العالمين، يعني الهيئه العامه للطيران نتمنى منها ان هي كمان يكون صحيح في ويكون في برنامج ترويجي واضح لهذه المنطقه. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ احمد هاشم عاشور رئيس قسم المحليات بصحيفه الامارات اليوم، شكرا جزيلا ليك.